بسيطة تلقاها تحرق لك مخك. اليوم مثال باش نختاره وإلا اخترنا موضوع مهم جدا اللي برشا مقبلين على العرس المخطوبين وإلا تلقاهم ملغي الحب متاعهم اللي هما يستنيوا في بعضهم كلي شنو باش تعمل اكزاكتومون. اليوم باش نحكيوا على حاجة مهمة جدا اللي هي موجودة في الصداق متاعنا. تبدا ماكش عارف شنو باش تعمل, شنية تحسها تضحية تحسها خوف. نسمعوا توت سويت البروبليم هذايا ومن بعد نجمو نحكيوا عليه أكثر ديتاي. عسلامة ديوانا فيم, أنا رحاب من أريانا, بيت ربريكو متاعكم فحبيت نسألكم. أنا باش نعرف شخص أجنبي وإحنا نحضر في الأوراق, طلبوا علينا ورقة البارتاج دو بيان الاشتراك في الملكية. سألت وكل واحد شنو يقول لي, ما عرفت الحقيقة منين وكيفاش نتحصل عليها, فنحب نعرف معنيها شنو هي بالضبط, معنيها ومين نتحصل عليها وكيفاش نعمل بالضبط. حاجة أخرى زادت سألت عليها رحاب المواطنة هذية اللي هي شنو نعمل بالضبط, واللي كملت قالت في الـ في الـ في المساج متاعها قالت اللي أنا ما نحب حتى حد يأثر عليا, نحب نعرف شنو اللي نختاره بالضبط, خاصة أنه السيتواسيون متاعها هي فراجيل شوية اللي هي ماخذة أجنبي. البارتاج دي بيان يا جماعه والاشتراك في الملكيه قبل ما نتعرفوا ممكن خليني نسال ليكيب كيف العاده نشوف الاولاد ساعه صداقاتكم شنو نوحة للعزيزه ليه نتصور ما كانتش مطروحه الحكايه هذه خاطر جديده شنو كيف جات الحكايه الاولاد نتاعك سيغمون وقت اللي عرسوا ما سالوكش ما لا مش انا ولادي كبار برشا ولدي كبير عمره 57 سنه ما شاء الله 57 سنه ما فماش حتى وقت 57 سنه التالي ما كانتش موجوده بالحق هي جديده ما تعرضتش لكل الحكايه جديده يمكن خاطر المراه ولا تخدم ولا عندها املاك يمكن وتعاون الراجل برشا وكل بعد شريف معلومات شخصية صديق والله ما بارتاجيش دونك انت تعرضت لها شريف الحكاية هذي تعرضت لها لكن شفتها القرارات هذية ناخذوها بالعاطفة في بيننا الاشتراك في الملكيه يعني انت باش تتشارك انت وياه في كل شيء واللي باش تبنيوه من نهار تصديق معناتها باش تتقاسموه لكن قانونيا شنو معناتها حتى حد فينا مسؤول يعني موضوع حساس وتطرح خاطر طرحت زاده قدامي مشكله ولات وقت اللي واحد من الكوبل قالوا لا لا سيباراسيون دي بيان مش لو بارتاج دي بيان وشد صحيح الراجل في الحكايه هذية وصارت حكايه يعني كانها حست الطفله كانه معناتها كان ما نقسمش معاك وخذيتها بطريقه خايبه وقت اللي هي الحكايه هذيا ماهيش بالعاطفه هي قانونيه ويزم كل واحد يعرف اللي يعطيك خاطر اذا كان ما تكونش عندك المعلومه انا مثلا الوقت اللي عرست ما نعرفهاش حتى نلقى روحي في اللحظه هذيك يلزمني نقرر والوالد بحذايا وقتها قال لي ايمان راهو المساله شرعيه راهو شرعا ما فماش هذا الاشتراك في الملكيه تعمل الفصل دوكو الوالد بطبيعه خذيت ديريكتومون براي الوالد وحطيت الفصل لكن الكونسيبت بيدو شنيا معناها قانونيا ما فسروهاش يعني ما فماش شكون يفسر فما شكون اللي يمشي دافونس وممكن هذوما الناس الواعيين اللي يمشي يسال كاريمون يمشي يسال المحامي والعدل كيما ريحه اللي باش ماخذه معلومات معناها اليوم هاي شيء باش تعطي المعلومات انا نعرف زميلاتي معناتها معروفين هما فنانين زوز فنانين خذوا بعضهم هي شات الارض وهو بناء هو بناء لكن بعد كيف جاب تفارقوا الحاكم ما حكمش للي بناء حكم للارض حكم للارض قالوا ما انت ما كركش بنينا في ارضها حاجه اخرى نعرفوا اللي باش نرجع شويه الامور العاطفه تعرف اللي برشا دي كوبل اللي هما مخطوبين كي يخلطوا الحكايه هذيا لطف عليهم يوصلوا حتى انهم ينفصلوا على خاطر يقول لك انت تخدم في مخك ويصير ما يصير سورتو يدخلوا فيها العائلات وزيد الماء زيد الدقيق كل حد شنو اللي عنده لكن هذاك علاش هي ديجا رحاب في المساج نتاعها في الاخر قالت ما نحب حتى حد ياثر عليا اعطيوني شنو اللي نعمل بالضبط سورتو كيما قلت لكم هي ماخذه راجل اجنبي اللي عندها حتى علاقة مثل كيما في تونس احنا تكلمنا عدل الشهاد وحاولنا انه نستفسروا اكثر شنو اللي باش قلنا نسمعوا سيم رابط شنو اللي قالنا
بالنسبه للنظام الملكيه بين الزوجين تم زوج انظمه، تم النظام الفصلي بين الاملاك، يعني كل واحد ملك وحده، النظام العادي معناتها، وفما نظام الاشتراك في الاملاك، نظام الاشتراك في الاملاك هذا يهم العقارات المكتسبه بعد الزواج والمخصصه للاستعمال العائلي، كل العقارات معناتها نقصيو المنقولات بجميع انواعها، ارجون ليكيد هذاك يعتبر منقولات، كهرباء منقولات، اي نوع من المنقولات، معناتها يهم العقارات ومخصصه للاستعمال العائلي، معناتها دار نتاع سكنه، قطعه ارض مخصصه للسكنه باش يبنيو فيها دار، هذيك بعد العرس تولي اذا كانت اشتراك بعد العرس تولي على ملك الزوج. بالنسبه للاجانب شوف احنا عندنا القانون التونسي يمنع معناتها انه الاجانب يتملكوا بعقارات هوني في تونس الا بعض الاستثناءات، ثم دول عندنا بينات احنا وياهم اتفاقيات. بالنسبه للاجانب انا ننصح انه المتيار الاجنبي يختار نظام فصل بين الاملاك، خاصه انه نظام الاشتراك في الاملاك حتى في خصوص التوانسه هذا النظام كله اشكالات وكله تعقيدات ويطرح برشا مشاكل، معناتها لو كان مش نحكيو على المشاكل اللي يطرحها هو تحبنا برشا نحكيو عليهم. كما سمعتوا عطاها نصيحه قالها انه تختار الفصل على خاطر ماخذه اجنبي والقانون التونسي في برشا ثغرات في برشا حاجات، دونك تنجم هي لا يقدر كان تصير اي حاجه تدخل في متاهات كبيره وقانونيا باش تعبها برشا من الاول من فم البيرو ولا من قاعه ومن الاول نعملوا الفصل وهكاك نكونوا متاهين ان شاء الله نكونوا جاوبنا على الاسئله نتاع برشا مخطوبين يسمعوا فينا. ولهنا الفصل راه موجه للحاله اللي معناها كلمتنا اليوم، راهو المساله تقعد أي. خيار شخصي ليك انت ولزوجك، مهم برشا تحكيوا فيه وقت اللي سي بون قررتوا تعرسوا تحكيوا فيه قبل باش المساله ما تدخلش كما قلت انت شيماء يولي لا انت تخدم في مخك لا انت كذا لا انا نملك لا انت تملك ونوليو نحسبوا مع بعضنا حتى الفنجان القهوه والصحن نتاعو هذاك نتاعك وهذايا نتاعي ولهنا كاينها تفسد للعزيزه العلاقات. العلاقات اما نجم نخمو على نهار اخر مع طول المده، يعني كما قالت اللي هما في وقت لونجاجمون انت تقول لي كل شيء مع بعضنا كل شيء بالعاطفه بعد راهو مع مرور الوقت ما تعرفش على الدنيا تولي ندخلوا في مشاكل اخرى. شريف جوستومون معناها الفو سي هو مشروع زواج معناها دو بريفيرونس كي باش تونجاجي روحك افيك اون فام ولا انا معناها ولا باش تونجاجي روحك مع راجل لازمك تخمم انه هذاك مشروع معناها بقدره الله وباذن الله افي. سوف كو النيه نتاعك اذا كان معناها على خاطر ما خذته لغرض ولا ما خذها لاغراض مثلا ماديه ولا كذا، راهو بالنسبه لي انا معناها راهو الزواج هذاك مبني على كيفاش نقولوا مسيره الا ما هو الا للفشل، ولهنا راهو تنجم تصير تعقيدات، معناها فو فواغ النيه الباهيه معناها دون تو سا، والنيه راهي تظهر معناها في قرارات كيما هكا ينجم يقول لها ميسي تحب لا سيباراسيون تحب معناها الاشتراك لهنا في النيه، اما ديما ما نعرفوش على الدنيا شنو اللي نجم يصير فيها القدام، وديما نصيحه مهما كان الظروف ما تدخلوا حتى انسان بيناتكم المراه والراجل، مشاكلكم في الظهر مع بعضكم ما تدخلوا حتى طرف، اقصى الحالات اقصى الحالات خلي على ليميت البو الا الام اللي باش يعطيو كليمه وكهو البو ولا الام تقعد لهنا بابا انا ولا بو هو لا مع بعضهم بو هما زوز بركه الكل هو اسمع اخر كلام اخر جمله قالها السيد العادل قال راهو حتى بالنسبه للمتزوجين التونسيين هالنظام هذايا بتاع الاشتراك راهم بعد فيه برشا تعقيدات يلقاوها، دونك تردوا بالكم وماذا بيا كان الزوز يمشيوا للاهل الاختصاص ويفهموا لا قدر لهم بعد راهو مش حتى كان فريق حتى كان الفريق ينجم يكون تلاقوا ينجم يكون موت ولا ينجم تكون حاجات اخرى، دونك بعيد عليكم بالطبيعه لكن ديما كسوا اجانب والا توانسه ديما امشيوا لاهل الاختصاص واستفسروا الزوز باش تكونوا زوز مقتنعين وزوز وقتها تحكيوا اللي يصلح واللي ما يصلح. وهذاك علاش موجوده خليها علينا اللي باش تلقاوها معانا في لمه الفاميليا، فقط تبعثوا لنا المشاكل نتاعكم ولا الاشكاليات اللي تتعرضوا لها كسوا القانونيه اللي متعلقه بالعقارات اللي متعلقه حتى بالاداره التونسيه، ونعرفوا قداش انه فما دوسيات تقعد متروكه وماناش فاهمين علاش تعطلت الدوسيات هذوما. 50 285 285 برومو صغيرها ونرجعوا مع العزيزه ونرجعوا للماكله هذيك هي اساس والاساس سينو